أهلا بكم إلى النشرة المسائية من تلفزيون لبنان. مساء الخير. مقررات سرية وأمن وإنماء للبقاء على طاولة المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري. خارج هذا الإطار برزت محادثات دبلوماسي فرنسي في بيروت اهتم ببواطن الوضع السياسي عقب العقوبات الأمريكية والخليجية على حزب الله. وهذه العقوبات التي شدت الانتباه الدبلوماسي والسياسي على حد سواء لم يصدر بشأنها بعد أي موقف عن الحزب ولا عن المراجع اللبنانية. وفي الوضع السياسي الكلام على الحكومة الجديدة اعتبر وكأن التكليف حصل والتشكيل حاصل. وثمة مطالبات منذ الآن ببعض الحقائب فيما لا يزال الفصل بين الوزارة والنيابة أمرا غير محسوم لدى القيادات. ووسط الحرائق في المنطقة شدد الرئيس سعد الحريري في اجتماع للمكتب السياسي لتيار المستقبل على أنه يرفض أن يكون البلد منصة لأجندات خارجية معادية للدول العربية. وأكد الرئيس الحريري على محاسبة المقصرين في تيار المستقبل الذي دعا مكتبه السياسي كل الأفرقاء إلى التعاطي مع تشكيل الحكومة المنتظرة بعد تسمية الرئيس المكلف من منطلق التكامل وليس من منطلق الشروط المسبقة، رأفة باللبنانيين الذين يريدون العبور إلى مرحلة جديدة بشروط الدولة والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني. وفي الخارج، القمة الإسلامية في تركيا تتصدى لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وللاعتداءات الإسرائيلية، وتطالب بلجنة تحقيق دولية على غرار مطالبة وزراء الخارجية العرب. عرس لم يحضره العريس، فقد استضافت اسطنبول اجتماعات قمة منظمة التعاون الإسلامي بشكل طارئ عقب نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس ومجزرة مليونية العودة بحضور زعماء 40 دولة وسط غياب لافت للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وسيلفت البيان الختامي للقمة إلى مواقف وخطوات الدول الإسلامية من أجل الدفاع عن قضية فلسطين والقدس عبر التعاون والتضامن مع فلسطين. كما ستبحث القمة انتهاك الإدارة الأمريكية للقانون الدولي، فضلا عن التطورات الخطيرة التي ظهرت بعد قتل قوات الاحتلال الفلسطينيين. إلى ذلك، وقبيل عقد القمة الإسلامية اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وناقشا توجهات القمة بشأن القدس. في هذا الوقت استمرت التظاهرات التضامنية نصرة للقدس واستنكارا للمجزرة الإسرائيلية في غزة في مختلف المدن التركية. أحييكم مجددا. موفد من الخارجية الفرنسية يستطلع من المسؤولين اللبنانيين أفق المرحلة المقبلة، ورئيس الجمهورية يعد بحكومة وحدة وطنية للمضي بالإصلاحات والنهوض الاقتصادي. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أبلغ مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية جيروم بونافون بأن الاستقرار في لبنان سوف يستمر على الرغم ما يجري من أحداث إقليمية، لأن القيادات اللبنانية متفقة على تحييد لبنان عما يجري في جواره، وأن المجتمع الدولي مدعو إلى دعم الإرادة اللبنانية في هذا الاتجاه. الرئيس عون أكد للمسؤول الفرنسي أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية تمضي بالإصلاحات وتحارب الفساد وتحقق النهوض الاقتصادي. وأشار إلى أنه لدى القيادات اللبنانية الإرادة الأكيدة للوصول إلى حلول سريعة للمسائل المطروحة، واعتبر أن التغيير في النهج والأسلوب والأشخاص جزء من العملية الإصلاحية التي ستطاول إدارات الدولة ومؤسساتها، وهذا ما سيرد في البيان الوزاري للحكومة الجديدة. وجدد الرئيس عون التأكيد على أن لبنان يلتزم القرار 1701 للمحافظة على الاستقرار في الجنوب،
عدم حصول عمل عسكري على الحدود، وهو يواجه يوميا خروقات إسرائيلية وانتهاكات لسيادته برا وبحرا وجوا، ما يؤكد عدم التزام إسرائيل احترام إرادة المجتمع الدولي في المحافظة على الاستقرار على الحدود اللبنانية، وهذا ما لا يمكن للبنان القبول به أو التغاضي عنه. وطالب الرئيس عون فرنسا بأن تلعب دورا فاعلا لتسهيل عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا، ولفت إلى أن التداعيات التي يتحملها لبنان نتيجة هذا النزوح المستمر منذ العام 2011 اقتصاديا أمنيا اجتماعيا وإنسانيا. الرئيس عون تطرق إلى أن البيان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بعد اجتماع بروكسل الأخير شكل صدمة للبنانيين نظرا إلى ما تضمنه من عبارات تتناقض مع السيادة اللبنانية والموقف اللبناني الداعي إلى عودة آمنة للنازحين بإشراف المجتمع الدولي. بونافون كان قد استهل لقائه بنقل تهنئة الرئيس الفرنسي للرئيس عون على إنجاز الانتخابات النيابية بنجاح، وأكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمه في مختلف المجالات السياسية الأمنية والاقتصادية. بونافون انتقل إلى مقر الرئاسة الثانية حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني، وتوجه إلى بيت الوسط للقاء رئيس الحكومة سعد الحريري. كذلك بونافون التقى رئيس تيار المرد سليمان فرنجي، وكان قد التقى رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جملات في إطار جولته على القيادات اللبنانية. حان الآن أذان المغرب، نتمنى للصائمين صياما مقبولا. مشاهدينا نتمنى لكم إفطارا شهيا. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رأس في بعبدة اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع، وسبق الاجتماع خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة. وفي بيان أشار مجلس الدفاع إلى أنه درس الأوضاع الأمنية في البقاع لا سيما في بعلبك وستتخذ الإجراءات الملائمة، لافتا إلى أنه أوصى مجلس الوزراء بتنفيذ المشاريع الإنمائية في المنطقة. من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة 2 من بعد ظهر اليوم الجمعة الواقع فيه 18 أيار 2018، ترأسه فخامته وحضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والدفاع الوطني والداخلي والبلديات والعدل، ودعي إلى الاجتماع كل من قائد الجيش مدعي عام التمييز ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية. وبعدما عرض وزير الداخلية والبلديات وقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي الأوضاع الأمنية في منطقة البقاع ولا سيما في منطقة بعلبك، تقرر اتخاذ القرارات والتدابير الأمنية اللازمة. كما أوصى المجتمعون أن يقر مجلس الوزراء تنفيذ المشاريع الإنمائية الخاصة بمنطقة البقاع عموما وبعلبك خصوصا، وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون. ورشة عمل كبيرة في هيئة إدارة السير ودائرة تسجيل السيارات لتجديد رخص السوق ورخص تسجيل السيارات ومكننة الإدارة سرعت إنجاز المعاملات. خلال نصف ساعة وب 38 ألف ليرة لبنانية فقط يمكنك الآن تجديد رخصة السوق والحصول على الدفتر البيومتري الذي يحوي الكثير من المواصفات أبرزها المعلومات الشخصية كالصورة وبصمة اليد، والأهم أنها رخصة صالحة للاستخدام في كل بلدان العالم. حوالي 1900 دفتر سيارة بيومتري وبحدود 400 رخصة سوق ينجز العاملون في هيئة إدارة السير ومصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكويني. تجديد الرخصة عند انتهاء صلاحيتها حكما بده يضطر صاحب العلاقة يجي يتقدم بطلبنا تجديد رخصة السوق، وإذا هي صالحة وما بده يستبدلها هلا حاليا في ينتظر لحتى تنتهي صلاحيتها. السيارة الخصوصية العادية عم بيكون هو بس يحصل على رخصة لعمر 50 سنة، يعني معناتها بتكون صالحة معه بعد عمليا دفاتر جديدة البيومترية وخاصة رخص السير المركبات الجديدة صارت بشكل أو بآخر هون بتحد من عملية إذا بدك اليوم تزويرة. وبالإضافة لذلك بتكون دخلت الإدارة من مكان إلى مكان آخر، وطبيعة الحال المكننة مهمة جدا يعني بتوفر على الناس وقت أكثر، وصارت أسرع المعاملة بحكم أنه صار في موظفين جديد بمصلحة تسجيل السيارات ما يقارب 100 موظف تقريبا، وهودي كمان ساعد إذا بدك لحتى
تصير إنجاز المعاملات يكون بشكل أسرع. وبحسب إدارة تسجيل السيارات فإن استبدال اللوحات للسيارات يفترض أن ينتهي بحلول منتصف العام 2019. المكننة التي تبدو واضحة وبشكل ملحوظ في أقسام وإدارات هيئة السير ومصلحة تسجيل السيارات في الدكوينة كربط الإدارة بغرفة التجارة والصناعة في بيروت لتسهيل تسجيل السيارات ونقل البضائع مستمرة. أما البشرى السارة للبنانيين فهي استمرار الإعفاءات من الغرامات. صدر بأنه الموازنة بند الإعفاء من نسبة 90% من غرامات رسوم السير المستحقة، وهذه مستمرة لشهر 10 2018. فيه يستفيدوا منها المواطنين ويجوا يسددوا هذه الرسوم مع التخفيض بالغرامات. وطبعا في عنا جدول سنوية بيصدر، هو جدول تسديد رسوم السير السنوية اللي على أساسه هذا بيتقدم المواطن مع رخصة السير والتأمين الإلزامي والإفادة أنه صالحة للسير من الشركة المعنية، وبيدفع رسوم السير السنوية وبيستفيد من هذا الإعفاء. أمام هيئة إدارة السير ومصلحة تسجيل السيارات الكثير من المهمات بعد لإنجازها، إلا أن الأصعب وضع على السكة وإنجازات عدة قد تحققت. لقاءات في قصر بعبدة ذات طابع دبلوماسي ورياضي. سلسلة لقاءات دبلوماسية ورياضية وأمنية وطبية أجرها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. فدبلوماسيا التقى سفير لبنان المعين في كندا السفير فادي زيادة لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، ورحب الرئيس عون بالإنجازات الرياضية التي يحققها لبنان في خلال لقائه رئيس جمعية هومنتمن ورئيس لجنة كرة السلة مع فريق كرة السلة للرجال التابع للنادي والذي أحرز مؤخرا كأس لبنان وكأس بطولة لبنان. الرئيس عون هنأ الفائزين معتبرا أن أمامه تحديا جديا الآن، وهو الفوز ببطولة آسيا في كرة السلة، وأن لا شيء مستحيلا مع وجود الإرادة. وفي نهاية اللقاء قدم الوفد كأسي لبنان والبطولة إلى الرئيس عون عربون تقدير ووفاء. وفي القصر الجمهوري المدير العام لقوى الأمن الداخلي لواء عماد عثمان وقائد القوى السيارة في قوى الأمن العميد فؤاد خوري مع فريق السرية الخاصة الفهود الذي فاز بالمرتبة الأولى في مسابقة المحارب الدولية التي أجريت في الأردن. الرئيس عون الذي هنأ الوفد أكد أن هذا الإنجاز يثبت للعالم أجمع ليس هناك من شعب صغير وشعب كبير، آملا أن يتحلى الفريق دائما بالعزم الكافي والجهد المطلوب والثبات لصقل المهارات وتكرار الفوز. ولفت الرئيس عون إلى أننا نمر حاليا بمرحلة جدية، وسيظهر مع الوقت أن لبنان هو على قدر آمالكم ومحبتكم له ويستحق الجهد الذي تبذلونه في سبيله، ونحن من جهتنا نعمل في الميادين الأخرى السياسية والأمنية والإصلاحية ونسعى لتأمين كل حاجات قوى الأمن كي تستمر في القيام بدورها. وفي قصر بعبدة أيضا رئيس معهد جون كينيدي للأمراض السرطانية في فلوريدا لبروفيسور جورج حطوم. الرئيس بري التقى السفيرين الروسي والبريطاني والرئيس سليمان الذي طالب بضرورة تعديل قانون الانتخاب وتصحيحه. يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري لقاءاته السياسية والدبلوماسية المهنئة في الانتخابات النيابية ومرحلة ما بعد الانتخابات، وكذلك مع نواب منتخبين. الرئيس بري التقى الرئيس ميشيل سليمان الذي هنأه بالانتخابات النيابية التي حقق فيها نتائج مشرفة. سليمان أشار إلى ضرورة الاستفادة من نتائج هذا القانون لكي يصححه المجلس النيابي في المرحلة المقبلة، ناقلا عن الرئيس بري بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لمجابهة المخاطر الموجودة. وتم التداول بقانون انتخاب بحد ذاته اللي هو نسبية كانت بداية، لكن يجب على المجلس النيابي أن يستفيد من انعكاس هالقانون على النتائج لحتى يصحح القانون، يعني لجهة الدوائر الصغيرة ما بتساقب مع النسبية، بدها تكبير الدوائر، بدها أيضا الصوت التفضيلي يكون صوت واحد بالقضاء، هو يعني تشويه حتى للأكثر. يعني هلأ جبرناه أنه بده ينتخب من طائفته، وهيدي ما بتسوى بلبنان. نحن مع التنوع الطائفي المناصفة بين الطوائف
مش الطائفية. وكان الرئيس بري قد التقى النائب المنتخب نعمة فريم وتم عرض الأوضاع والمرحلة ما بعد الانتخابات والتطورات في لبنان. الرئيس بري التقى السفير البريطاني في لبنان هيوغو تشارتر وتم عرض الأوضاع في المنطقة. وكذلك التقى السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين وتم عرض الأوضاع الراهنة في لبنان ومرحلة ما بعد الانتخابات إضافة إلى التطورات الإقليمية. في بيت الوسط التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري السفير الإيطالي ماسيمو ماروتي الذي قدم التهنئة بإجراء الانتخابات النيابية وعرض التزام إيطاليا بما تعهدت به في مؤتمر روما 2 من دعم للجيش والقوى الأمنية. الرئيس الحريري استقبل وفد الهيئة الإدارية وفريق كرة السلة في نادي الهومنتمان برئاسة جيما نوكيان الذي سلم رئيس الحكومة الكؤوس التي أحرزها النادي أخيرا في 3 بطولات تاريخية. وتمنى الرئيس الحريري للنادي الاستمرار في التقدم وتحقيق البطولات. الرئيس الحريري كان قد ترأس اجتماعا للمكتب السياسي لتيار المستقبل مساء اليوم. رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد رملاط تعلق على قرار إزالة الملاحات في أنفا فقال عبر تويتر: هكذا وبشخطة قلم في مجلس الوزراء تزال الملاحات التاريخية في أنفا شمال لبنان لصالح مشروع استثماري لا يقدر أصحابه التاريخ ولا التراث. نفس الشيء يحدث في العمارات القديمة في بيروت وفي كل مكان تقريبا. إنه عصر حديثي النعمة، عصر التوصية المجتمعية الفارغة والحاقدة والمدعية. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أكد أنه سيستغل موقفه القوي للضغط من أجل وضع سلاح حزب الله تحت سيطرة الحكومة والقضاء على الفساد في الدولة، مشيرا إلى أن حزب القوات الذي ضاعف عدد نوابه تقريبا في الانتخابات يتوقع تحويل هذه المكاسب إلى نفوذ أكبر في حكومة شديدة ائتلافية. جعجع وفي حديث صحفي قال: لا شك أن هناك عقبات أمام تشكيل حكومة جديدة، ولكن هناك نوايا حسنة عبر عنها معظم الأفرقاء في لبنان باعتبار أن هناك حاجة ملحة للإصلاح الاقتصادي. وأعلن أن القوات تتجه إلى تسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة. إلى ذلك بحث جعجع في معراب التطورات مع السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد. السيدة رندا بري تطلق مهرجانات صور الدولية التي ستقام هذا العام في قلعة شقيف أرنون في 26 من تموز. رئيسة اللجنة اللبنانية لمهرجانات صور والجنوب السيدة رندا عاصي بري أطلقت في مؤتمر صحفي عقدته في عين التيني مهرجان الشقيف 2018 الذي سيقام هذه السنة في قلعة شقيف أرنون في 26 من شهر تموز المقبل، نظرا لما ترمز إليه هذه القلعة من قيمة تاريخية وحضارية. نحن نتعاون كمهرجانات مع بعض من أجل ضمان استمرارية المهرجان، لأنه مطلب تاريخي على مدى العصور. بدون الفن الهادف والمثقف والموجه ودعم الإبداع، هذه المهرجانات نحن نعتقد أنها تدعم المبدعين وتفتح الباب أمام الشباب وأمام الذين الموهوبين. وزير الثقافة غطاس خوري أثنى على اختيار مهرجانات شقيف 2018 في القلعة لإعادة الحياة لهذه المنطقة لما لها من خصوصية وإلى الجنوب بشكل عام. نؤكد على شراكتنا الحقيقية مع مهرجانات صور ومهرجانات الجنوب، ونؤكد أيضا على أن هذه الوزارة سوف تبقى بخدمة المواطنين اللبنانيين وبخدمة الجنوب وأهل الجنوب. وزير السياحة أواديس كيدانيا أكد أن هذا المهرجان ترفع له القبعة، مشيرا إلى أن هذه القلعة هي رمز للبطولة وللعنفوان اللبناني. هذا مهرجان ترفع له القبعة بالشكل والمضمون، لأنه بالشكل يقام المهرجان بقلعة هي رمز للبطولة ورمز لعنفوان اللبناني والمكان يلي اندحر فيه العدو الإسرائيلي. وكانت قد أكدت السيدة بري بأن مهرجانات صور والجنوب ستستقبل هذا العام أيضا في مدينة صور في مهرجان آخر الفنانة جوليا بطرس في 21 و22 من شهر تموز المقبل.
أهلا بكم من جديد. قضائيا أرجأ المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد إلى 13 من تموز المقبل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال القضاة الأربعة في محكمة الجنايات في صيدا. نفت قوى الأمن الداخلي صحة ما جرى التداول به عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إمكانية حصول أعمال إرهابية في لبنان، وأكدت في بيان أن هذه الرسائل الصوتية يعود تاريخها إلى سنتين وهي مجرد شائعات لا تمت إلى الحقيقة بصلة. ما هو أثر المستجدات السياسية والعقوبات الأمريكية على لبنان؟ التفاصيل في الفقرة الاقتصادية. أهلا بكم في الاقتصاد. مسألة فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران وحزب الله، كيف يمكن أن تؤثر هذه المستجدات على الواقع الاقتصادي والمالي؟ وهل خوف لبنان من لائحة العقوبات الجديدة مبرر؟ قراءة لحضرتك أستاذ أنطوان فرح، أهلا وسهلا فيك في الفقرة الاقتصادية. يعني بالحقيقة خلينا نبلش بالواقع، نقول أنه صار في كتير مستجدات سياسية ممكن تأثر على الوضع الاقتصادي. نعم، بداية الانتخابات النيابية التي كان يفترض أن تكون عامل إيجابي للاقتصاد تحولت إلى عامل سلبي بعد ما صور الإعلام العالمي النتائج وكأنه حزب الله سيطر سياسيا نتيجة هذه الانتخابات على البلد. نعم. إجا وراها بالتتابع موضوع الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني. طبعا هذا كمان عطي مفعول سلبي، وهذا الانسحاب هو اللي وصل اليوم لمرحلة فرض العقوبات على الكيانات المرتبطة بإيران ومن ضمن حزب الله. نعم. طبعا نحن نعرف أن حزب الله جزء من لبنان، وبالتالي مهما حاولنا نعزل هذا الوضع لبنان سوف يتأثر بهذا الموضوع. يعني شئنا ما بينا بده يتأثر بهذا الموضوع. هي المشكلة إذا بدك المؤشر الأساسي اللي حيكون بتشكيل الحكومة. نعم. إذا تم تشكيل الحكومة بسرعة وفعالية هذا مؤشر إنه لبنان محيد عن الضغوطات الخارجية وفينا نشتغل من دون هذه الضغوطات اللي مأثرة علينا. نعم. إذا تأخر تشكيل الحكومة وتعقد وتعثر هذا مؤشر سلبي إضافي ومعناته وضعنا صعب لا نحصد عليه. طب اليوم بوضع صدر، يعني مع تطبيق صدر وتأخير تشكيل الحكومة، قديش هذا برأيك بيأثر على لبنان؟ لكن ما حيقدروا يطبقوا صدر أولا من دون حكومة، يعني هذه مفروغ منها. واثنين صدر عنده أشياء كتير يعني أنا صار لي اجتماع مع نائب رئيس تبع البنك الأوروبي للأعمار، كان عم بيقول لي عن البي بي بي وعن الشراكة بين القطاع الخاص والعام، في كتير مشاكل، يعني عم يشتغلوا على كتير قضايا وبيعتبر انه بعدنا كتير بعيد لحتى نبلش نطبق هذا البند اللي هو اساسي وحيوي بانعاش الاقتصاد. يعني اليوم تشكيل الحكومة هو الاساس بكل المواضيع، هو كان المؤشر الواقع المالي هو أو المؤشر الاقتصادي. صحيح، هو يعني هو اساس وهو مؤشر، يعني هو اذا كان ممكن نحن رح نبلش بالانقاذ او نحن رايحين بعدنا نحمل هي. صحيح. انا وابتسام نشكر لكم حسن المتابعة، وملتقنا يتجدد عند الساعة 11:30. إلى اللقاء.